السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نطرقوا للنظريه الماركسيه وكيفاش الحكومات ديال دول العالم كيتحكموا في الشعوب ديالهم بواحد الطريقه غير مرئيه، اي الانفيزيبل كنترول. وهذه الطريقه ماشي شي حاجه جديده او عاد بانت، ولكن تطورت على مر العصور. مثلا الحكومه المغربيه كتحكم في الشعب المغربي بسياسه ديال ميك ذا دوغ هونغري سو هي كان تشيسيو، اي بالدارج باش الناس تفهم مزيان كيف ما قال الحسن الثاني جوع كلبه كيتباك. هذا المثال غير تنسب للحسن الثاني، اما هو راه مثال عربي قديم تقال في عهد الجاهليه، قالها مالك الحمير اليمينيه للشعب ديالو. المهم اللي خاصنا نفهمو من هادشي ان هاد المقوله كتشجع على الديكتاتوريه وحرمان الشعوب من حقها الطبيعي. واليوم غادي نهضروا على كيفاش الفاشيه بقياده موسوليني بغات تحكم في الشعب الايطالي، الا ان انطونيو غرامشي كان لها بالمرصاد وفضح الطريقه اللي حاولت بها الفاشيه تحكم في الايطاليين من خلال الكاشر هيجيميني، اي السيطره الثقافيه. المهم غادي نعرفوا شكون هو انطونيو غرامشي والنظريه ديالو. انطونيو غرامشي هو واحد مفكر ماركسي، اي كيتبنى افكار ماركسيه، وهو من أشهر قادة الحركة الثورية الإيطالية. تزاد عام 1891 في واحد الجزيرة سميتها سردينيا في إيطاليا، وعاش في الثلث الأول من القرن العشرين، وهذه الفترة كتعتبر الفترة الحاسمة في تاريخ البشرية. غادي تقول لي علاش، وغادي نجاوبك بأن هذه الفترة برزات عدة أحداث تاريخية وانعطافات تاريخية حاسمة، مثل مثلا ثورة أكتوبر في روسيا والأزمة العامة الرأسمالية وصعود الفاشية إلى الحكم في إيطاليا وألمانيا. وهذا الشيء كله خلى أنطونيو غرامشي يعاصر الأحداث ويكون عنده واحد دور كمفكر ومحلل في الحياة السياسية والثقافية. وصدر غرامشي مجموعة من الصحف والمجلات اللي كتتابع تطور الحركة التاريخية للطبقة العاملة في إيطاليا، وكذلك ساهم في تأسيس الحزب الشيوعي الإيطالي. وزاد أنطونيو غرامشي من العمل ديالو أثناء صعود الفاشية في إيطاليا، الأمر اللي خلى موسوليني يحس بالتهديد الفترة ديال الحكم ديالو وخاف من الانقلاب ضده، ودعا المدعي العام إلى توقيف وسجن أنطونيو غرامشي سنة 1926. وأثناء المحاكمة ديال أنطونيو غرامشي صدرت المقولة الشهيرة يجب توقيف العقل عن العمل لمدة 20 عام. ولكن واخا تم سجن أنطونيو غرامشي وكان في زلزالة معزولة، إلا أنه استطاع يكتب كتاب داخل جدران السجن، Notebook in Prison. أنطونيو غرامشي ذكر في هذا الكتاب باللي الفاشية كتخلي بنادم يحس براسو حر، وبأن الشعب الإيطالي هو أفضل أمة أخرجت للناس، وهذا الشيء اللي كيتسمى بالكالتشر هيجيميني. وفي هذا الكتاب غرامشي ذكر انه كاينين انواع ديال المفكرين التقليديين تراديشنال انتليكتوالز اللي كيتواطؤوا مع الدوله، وعندنا مفكرين عضويين اللي ما كيتواطؤوش مع الدوله اللي كيبغيو الخير لعاميه الشعب اللي هما الاورجانيك انتليكتوال.